مرحبا، الدين هو المعاملة. هشام عطاء من فلسطين ضد مقولة دي 26 والتي تنص على أنه يجب تدريس الدين بمناهج التعليم الحكومي. حينما نجعل الدين يدرس كأي مادة أخرى كالرياضيات أو اللغة العربية مثلا، فإننا بذلك نضعه تحت غطاء العلامة الأكاديمية ونجعل الطالب يحفظ الدين حفظ وينسى ما تعلمه وما حفظه حينما يخرج من قاعة الامتحان، ونحيد بذلك أيضا عن أهمية نقل الدين كروح وفكر وممارسة وأسلوب حياة للأجيال القادمة. وأيضا تدريس الدين يؤخذ من قبل الطلبة على أنه مادة جاهزة ومسلم فيها، لا نقاش فيها ولا نقاش عليها، وبذلك يخلق جو المنافسة بين الطلبة ويحد من النقاش والحوار وقبول ثقافة الاختلاف والمختلف عنا، وهذا ليس ما ينادي به الدين وليس ما تنادي به ثقافة المناظرة. والبديل عن تدريسه في المناهج هو تدريسه عمليا في البيت والمدرسة والمجتمع ككل، فعلاقة الأب مع الأم وعلاقة المدرس مع المدرس وعلاقة المدرس مع الطالب يأخذه الطالب والطفل ويطبقه عمليا، وهذا ما ينادي به الدين. فالدين عبارة عن قيم كما ذكرت سابقا، وفي النهاية أؤكد على أن الدين هو المعاملة وضد أن يدرس كمنهاج في المدرسة أو الجامعة. وشكرا.